يعني استعدادات الفريق لمباراة القمة إن شاء الله المقرر ليها يوم 30 مارس اللي جاي. هنتعرف على آخر أخبار الفريق وعلى موقف المصابين وكمان على الاستعداد الجيد لمباراة القمة واللي إن شاء الله تنتهي بفوز النادي الأهلي وتصدر مسابقة الدوري ممتاز. طبعا خلونا كمان في الأول إن احنا نبارك لفريق 2001 اللي فاز على نادي الزمالك النهاردة 3-2 وإن شاء الله دي بقى تكون بداية خير لمباراة 30 مارس اللي جاي. كمان طبعا بنبارك برضو لفريق الطايرة سيدات بالفوز ببطولة أفريقيا امبارح على حسب فريق قرطاج التونسي وبنتيجة 3-1. هنتكلم برضو عن المنتخب الوطني والعب المباراة ودية النهاردة، المباراة هتكون في نيجيريا في إطار طبعا الاستعداد لخوض نهائيات كأس أفريقيا واللي إن شاء الله كلنا أمل وتفاؤل إن احنا نتوج فيه باللقب القاري في البطولة اللي طبعا هتقام على أرض مصر. وهنبتدي معاكم حلقتنا كالعادة بأهم العناوين. لاسارتي يستعين بالجلسات الفردية لتأهيل نجوم الأهلي للقمة. معلول يعود للقاهرة غدا استعدادا للقمة. محمد محمود يبدأ تدريبات الكرة في ألمانيا. اتحاد الكرة يستقر على حكم مواجهة القمة. اتحاد الكرة المصري يرفض زيادة مكافأة التأهل لأمم أفريقيا. محمد صلاح بالتشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي. إصابة رونالدو تثير القلق في يوفنتوس. ودلوقتي هنروح معاكم ونشوف آخر اللي اتكتب في الصحافة عن النادي الأهلي. الأخبار: هدوء حذر في الأهلي والحاوي جاهز، الكاف يوافق على تأجيل مباراة سان داونز. الأخبار المسائي: ارتياح في الأهلي، الكاف يوافق على تأجيل مباراتي سان داونز، ولاسارتي يناور بأوراقه الهجومية قبل القمة. الأهرام: الأهلي يدرس تقديم طلب لاتحاد الكرة لتأجيل مباراتي الاتحاد والمقصة، الكاف يوافق على تأجيل مواجهتي سان داونز 24 ساعة والشحات مفاجأة القمة. الجمهورية: الأهلي يستعد وعينه على سان داونز. الدستور: الأهلي يستكمل استعداداته للقمة وتأجيل لقاء سان داونز. المساء: استعدادا للقمة، الأهلي يضغط على الزمالك من البداية، لاسارتي يعتمد على الهجوم المبكر وخلق الفرص وتكليفات جديدة لمروان وأجاي. آخر ساعة: الأهلي جاهز للكلاسيكو، والمفاجأة وإرادة كثرة الجاهزين تمنح لاسارتي الفرصة في اختيار الأنسب. اليوم السابع لاسارتي يتخلص من صداع دفاع الأهلي قبل القمة، الخواجة يدرس الاستمرار في برج العرب قبل مواجهة الناديين في الدوري الممتاز، والأحمر يستعيد دوليين غدا. الوفد: الأهلي يناور بورقة توريد سليمان قبل القمة ويؤكد جاهزية عاشور. الأخبار: سيدة الأهلي بطل أفريقيا في الكرة الطائرة. دلوقتي هنروح نشوف معاكم تفاصيل أهم أخبار النادي الأهلي من الصحافة. هنبتديها معاكم من الأخبار. الأخبار قالت إن أعلن الاتحاد الأفريقي تأجيل مباراتي الأهلي مع سان داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية لمدة 24 ساعة عشان تقام مباراة الذهاب يوم 6 إبريل بدل من يوم 5 إبريل، وكمان هتقام مباراة الإياب يوم 13 إبريل بدل من يوم 12 إبريل. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في النادي الأهلي إن في صعوبة كبيرة في مواجهة بطل جنوب أفريقيا في الميعاد السابق، وقال كمان إن في محاولات وفي اتصالات ودي اللي أثمرت عن قرار التأجيل
تسجيل 24 ساعة. وجه مدير الكرة الشكر للاتحاد الأفريقي على سرعة اتخاذ القرار بالتأجيل واللي ساهم في وجود فرصة للفريق عشان يقدر ياخد نفسه قبل ما يدخل في المواجهة القوية في دوري أبطال أفريقيا. على جانب آخر بتستحوذ في طبعا المباراة مباراة القمة المقررة ليها يوم 30 من الشهر الجاري على كل تركيز الجهاز الفني واللعيبة. طلب مارتين لاسارتي من سيد عبد الحفيظ متابعة اللعيبة الدوليين، وبالفعل أجرى مدير الكرة مجموعة من الاتصالات لمتابعة اللاعبين. الأخبار المسائي كمان قالت أن استقر لاسارتي بصورة كبيرة على الخطوط العريضة للتشكيل، تبقى المناورة بس في المراكز الهجومية في ظل جاهزية مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن وجيرالدو ورمضان صبحي وحسين الشحات وأجاي وناصر ماهر وأحمد الشيخ وأحمد حمودي. وكان اللعب بمروان محسن وناصر ماهر وأجاي على رأس اختيارات لاسارتي بالإضافة لارتفاع أسهم رمضان صبحي، ولكن بيتحدد على ضوء حالته بعد مرجوعه طبعا من المعسكر الخاص بالمنتخب الأولمبي. كمان الأهرام قالت إن بتدرس إدارة النادي الأهلي التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لتأجيل مباراة الفريق الأول طبعا قصاد الاتحاد السكندري وقصاد كمان المقصة، وده بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الفريق في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. هيلتقي النادي الأهلي مع نادي الزمالك يوم السبت اللي جاي في الدوري قبل ما يواجه الاتحاد السكندري يوم 2 إبريل في برج العرب، وبعد كده هيواجه سان داونز في جنوب أفريقيا يوم 6 من إبريل بعد ما تم تأجيلها لمدة 24 ساعة، وبعد كده هيكون في مباراة للمقصة يوم 9 إبريل ومواجهة الإياب هتكون يوم 13 إبريل. إدارة النادي الأهلي شايفة أن الفريق هيواجه طبعا صعوبة شديدة جدا في خوض مواجهة يوم السبت اللي جاي، بعدها كمان ب 72 ساعة تقريبا هيكون في مواجهة أخرى مع الاتحاد في برج العرب قبل ما يغادر يوم 4 إبريل لجنوب أفريقيا في رحلة بتستغرق 9 ساعات عشان يواجه سان داونز يوم 6 إبريل، وبعد كده يرجع مرة تانية يوم 7 من إبريل ويواجه مصر المقصة بعد رجوعه بأقل من 36 ساعة في الدوري المصري الممتاز. شايف النادي الأهلي أن مطلب تأجيل مباراتي المقصة والاتحاد السكندري في الدوري هو مطلب عادل. دعا لذمة الأهرام ولم يصدر أي شيء رسمي من إدارة النادي الأهلي حتى الآن. كمان اليوم السابع قالت ان في ساعات عصيبه عاشها الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الاوروجواني مارتين لاسارتي قبل ما يتم الاعلان عن الثنائي سعد سمير وايمن اشرف دفاع قلب دفاع الفريق ان هم جاهزين خلاص للمشاركه في مباراه القمه. ومن ساعه ما انتهت مباراه النادي الاهلي ومباراه شباب الثوره الجزائري في بطوله افريقيا لم يشارك الثنائي سعد وايمن في تدريبات الفريق نظرا لتعرض ايمن اشرف لكدمه قويه في الظهر عاقت مشاركته في التدريبات الجماعيه. وفي نفس الوقت عانى سعد سمير من ألم في العضلة الخلفية وده بسبب بعض الالتهابات قبل ما يعقد مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع المدافع الدولي أكد ليه خلالها حاجته الشديدة لخدماته في مباراة القمة عشان يأكد اللاعب أنه هيكون جاهز في الميعاد. وفي شأن متصل بيدرس الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي الاستمرار في اسكندرية بعد مواجهة نادي الزمالك في القمة، وده في حالة عدم تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري العام والمقرر ليها يوم 2 إبريل اللي جاي في اسكندرية. كمان الأخبار قالت أن توج فريق سيدات الكرة الطايرة في النادي الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية بعد ما فاز مستحق على فريق سيدات قرطاج التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية اللي أقيمت بينهم على صالة عبدالله الفيصل في الجزيرة. رفع الفوز رصيد سيدات النادي الأهلي من البطولات للنجمة العشرة، واحتفلت اللاعبات وسط دعم كبير جدا من الجمهور، وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب على دعم الفريق وتشجيعه وتسليمهم كاس البطولة وتهنئتهم بالفوز باللقب. تعالوا دلوقتي نشوف معاكم تقرير عن نهائي بطولة امبارح. خالص والحمد لله الحمد لله ان احنا قدرنا نحافظ على اللقب، ده كان اهم حاجه عندنا، وقدرنا ان احنا نسعد الجمهور ونحقق النجمه العاشره الحمد لله. الجمهور والله هو يعني بجد السبب مكسبنا طبعا، والروح اللي احنا فيها احنا بجد من غيرهم ولا حاجه، بنشكرهم ان هم كانوا معانا في يوم زي ده الحمد لله، ونتمنى ان احنا نسعدهم دايما باذن الله. الحمد لله اكيد
اكيد الجماهير كاول حاجه والجهاز الفني كله، احنا تعبنا واستحقنا فعلا ان احنا نكسب، والحمد لله ربنا كرمنا بالفوز الحمد لله. انا بشكر الجمهور ده، وده اهم حاجه، اهم مكسب لينا النهارده هو الجمهور، والحمد لله طبعا على الكاس ده، لولا فرقتي والجهاز الفني طبعا من غيرهم ما كنتش هقدر احصل على الكاس ده، يعني الحمد لله. طبعا الحمد لله قدرنا نكسب البطوله، كانت بطوله صعبه، ماتش كان صعب، فريق كرتاش اتحسن عن السنه اللي فاتت، وكانوا نازلين مركزين واحنا اتخطفنا في اول الماتش، والحمد لله قدرنا نتغلب على ده ونرجع نلعب تاني بهدوء وبروح كويسه، ونلعب على الاخطاء ونستغل مميزاتنا، والحمد لله اهدي فوز لمامتي الله يرحمها. اهم حاجه النهارده ان النادي الاهلي حقق اللقب العاشر، 10 القاب افريقيه على مستوى الطائره النسائيه، انجاز غير مسبوق بفارق 4 القاب عن فريق خطوط الانابيب الكيني اللي هو يعتبر من ابرز الفرق اللي جت في تاريخ البطوله. فالنادي الاهلي عمل انجاز كبير في هذه البطوله، ان اولا فاز بكل المباريات، ثانيا لم يخسر طوال مشوار البطوله الا شوطين فقط، ثالثا حقق اللقب العاشر، رابعا حقق 3 جوائز فرديه لفريده العسقلاني وشروق فؤاد وايه الشامي، ودي كلها انجازات حقيقه غير مسبوقه بالنسبه للنادي الاهلي. ألف مبروك لسيدات طائرة النادي الأهلي، ده اللقب العاشر في البطولة الأفريقية واللقب الثاني ليهم على التوالي. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. بنوصل معاكم دلوقتي لأهم أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الشروق مهند مجدي واثقون في الفوز على الزمالك وهدفنا التتويج بالثلاثية. اليوم السابع لسارتي يستعين بالجلسات الفردية لتأهيل نجوم الأهلي للقمة. الوفد مباراة القمة، الأهلي يناور بورقة وليد سليمان ويؤكد جاهزية عاشور. الفجر الرياضي، ثغرات الزمالك سلاح لسارتي لحسم القمة 117. بوابة أخبار اليوم، الأهلي يدرس الاستمرار في الإسكندرية بعد مباراة الزمالك. فيتو معلول يعود للقاهرة غدا استعدادا للقمة. في الجول، وصايا لسارتي الأربعة قبل الدربي عن المكامح والاستمتاع والورقة الرابحة على الدكة. الوطن سبورت، التئام مسق الخلفية لحمدي فتحي بنسبة 85%. البوابة سبورت، محمد محمود يبدأ تدريبات الكرة في ألمانيا. نروح مع حضراتكم دلوقتي ونشوف اهم التفاصيل الخاصه باخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، ونبتدي من الشروق. الشروق اتكلمت وقالت ان مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اتكلم عن لقاء القمه قصاد نادي الزمالك والمنتظر اقامته يوم السبت اللي جاي ضمن مؤجلات الجوله 17 من الدوري الممتاز. قال مهند مجدي خلال تصريحاته قادرون على الفوز واغلاق مفاتيح لعب الزمالك في لقاء القمه، واثقين في ادائنا وسنتوج بالدوري. وقال كمان الفوز خطوه لكن هدفنا الاساسي في التتويج بالثلاثية، الدوري والكاس وأفريقيا. كمان اليوم السابع قالت ان حرص الاوروغواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي على عقد عده جلسات فرديه مع معظم لاعيبه الفريق على مدار الايام اللي فاتت، وهيستمر في الجلسات دي عشان يقدر ياهل كل لاعيبه الفريق لمباراه نادي الزمالك. بيعقد لاسارتي جلسات مع اللعيبه على حده من اجل توجيه عده نصائح ليهم وتاهيلهم فنيا ومعنويا لمباراه نادي الزمالك المهمه. كمان الوفد قال ان بدأ الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي بقياده الاوروغواني مارتين لاسارتي المناوره قبل لقاء القمه امام نادي الزمالك يوم السبت المقبل والمؤجله من الجوله 17 في بطوله الدوري الممتاز على ملعب برج العرب في اسكندريه.
أصبح وليد سليمان صانع الألعاب نجم الشباك في أفكار الجهاز الفني بعد ما أكد أكثر من مصدر في الجهاز الفني أن سليمان هينضم لمعسكر الفريق في اسكندرية قبل المباراة بعد بكرة يوم الخميس إن شاء الله. وأوضح الجهاز الفني أن فرص اللعيبة بتتزايد في اللحاق بالمباراة، إلا أن مصدر مسؤول في الفريق أكد أن وليد سليمان هيكون ليه دور مهم جدا في معسكر لقاء القمة لتحفيز اللعيبة ونقل خبراته، وده أمر أكيد خلى الأسارتي أن هو يدرس ضمه للمعسكر حتى في حالة عدم مشاركته. أكد الجهاز الطبي جاهزية حسام عاشور لاعب الوسط لخوض مباراة القمة بعدما تعرض لكدمة في رجليه. كمان الفجر الرياضي قال أنه بيعقد مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبة الفريق قبل انطلاق تمرين الفريق يوم الثلاث على استاد مختار التتش في مقر الجزيرة. بيسعى لاسارتي خلال المحاضرة دي أنه يكشف ثغرات فريق نادي الزمالك للعيبة عشان يقدروا يستغلوها ويحققوا الفوز ويحصدوا الثلاث نقاط وينتزعوا صدارة الدوري. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أنه بيدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدرب الأوروغواني مارتين لاسارتي الاستمرار في معسكر الفريق في اسكندرية بعد مواجهة الفريق مع نظيره نادي الزمالك يوم السبت اللي جاي. طبعا قرار الجهاز الفني اللي جه في ظل حرصهم على راحة اللعيبة، خصوصا وأن الفريق الأحمر بيخوض مباراة يوم 2 إبريل دي هتكون إن شاء الله قصاد الاتحاد السكندري وهتكون في اسكندرية. كمان فيتو قالت ان بيعود للقاهره غدا التونسي علي معلول لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، قدم من تونس بعد انتهاء معسكر المنتخب التونسي، ومن المنتظر ان ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق غدا استعدادا لمواجهه نادي الزمالك يوم السبت المقبل في بطوله الدوري العام لكره القدم ولا تقام على ملعب برج العرب. أما في الجول فقال إن بالنسبة للرجل قادم من أوروغواي فإن فكرة الديربي أو المنافسة الشديدة ما بين ناديين فكرة بتحمل طابع عنيف وقوي ومليء بالشغب، فما بالك طبعا إن كان الرجل ده مدرب سابق لناسيونال أحد طرفي أقدم ديربي لعب أو تلعب خارج المملكة المتحدة. مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بيستعد لمواجهة نادي الزمالك في الديربي الأقوى في أفريقيا، صراع على صدارة الدوري وحقوق التفاخر بإعلان السيطرة على المدينة اللي بتستضيف الفريقين الأفضل في القارة تاريخيا وربما في الحاضر في ظل مستويات كبيرة بيقدمها الفريقين. الوصية الأولى اللي قالها مارتين لاسارتي كانت في التدريبات لابد من التحفيز، تحفيز اللعيبة، اللعيبة بيكونوا متحفزين للغاية، لكن على المدرب ان هو يحط مكابح او فرامل على مشاعر اللعيبة عشان ما تشتغلش الامور اكتر من اللازم. اما الوصية الثانية فجت في تصريح لاسارتي اللي قال فيها ان التدريبات ربما اللي تعلمته من عملي في الخارج يجب أن تحتفظ بورقة رابحة تقدر أنك تغير النتيجة على أساسها وتكون على دكة البدلاء بجانب وضع اللعيبة في أماكن الصحيحة. كمان الوصية الثالثة قال فيها الأوروغواني مارتين لاسارتي زي ما تقال في الجول أنه هو شايف أنه ضروري جدا إخراج اللعيبة من ضغوط المباريات الكبرى بالاستمتاع سواء في التمرين أو خارج التمرين، ولكن كمان هو شايف أن اللعيبة لازم يكونوا في تركيز جدا وأن هو كمان بيكونوا مضغوطين بشدة في المرحلة دي من الموسم بسبب المواجهات الحاسمة. والوصية الأخيرة اللي قالها مارتين لاسارتي كانت خاصة بالجانب النفسي، اتكلم مارتين لاسارتي أو شرح أن كرة القدم فيها بيهتم المدربين جدا بالأمور الفنية كتير قبل التدريبات، ولكن هو شايف أن أهم ما يجب الاهتمام به قبل المباريات هو الجانب النفسي. كمان الوطن سبورت قالت ان اثبتت الاشاعه اللي خضع ليها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الاول في النادي الاهلي خلال الساعات الاخيره التئام المزق اللي بيعاني منه اللاعب في العضله الخلفيه وبنسبه 85%، وده وفقا لنتيجه الاشعه اللي خضع ليها حمدي فتحي. اللاعب خلاص بقى قريب جدا من الرجوع للمشاركه في المباريات، وبيسعى الجهاز الطبي لتجهيزه لمباراه الفريق قصاد سان داونز الجنوب افريقي كلها تقام في القاهره ان شاء الله والمقرر ليها يوم 13 من ابريل المقبل في
يلعب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، هيخوض اللاعب تدريبات تاهليه متقدمه عشان يقدر يرجع مره ثانيه ويشارك في المباريات. اللاعب تعرض للاصابه في مباراه فريق وسط باتروجيت، وتعرض لمزق في العضله الخلفيه وفقا للاشاعه الاولى اللي اثبتت ان هو محتاج لعلاج او لراحه من 4 لـ6 أسابيع قبل ما يرجع مره ثانيه ويشارك في المباريات. كمان البوابة سبورت قالت أن بيعود محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي للقاهرة في نهاية الشهر الحالي، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة اللي تعرض ليها بقطع في الرباط الصليبي. بدأ اللاعب في تدريبات خفيفة بالكرة في ألمانيا تحت إشراف الفريق الطبي اللي بيعالجه في أحد المراكز في ألمانيا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. كرة، اتحاد الكره المصري يرفض زياده مكافآت التاهل لامم افريقيا. اليوم السابع سلجادو تم اختيار 40 لاعب للمنتخب حتى الان. فيتو اجيري للاعبين، كاس الامم في مصر فرصه للعالميه. سوبر كورة، اتحاد الكرة يستقر على حكم واجهة القمة. الفجر، عامر حسين كلام نهائي مباراة القمة في برج العرب وانتظروا مفاجأة. اليوم السابع جلسة جديدة مع تاكس جونس لتجديد تعاقده مع دجلة. الشروق، مدافع اليونايتد السابق صلاح لاعب من طراز عالمي ووجوده سبب تألق ماني. سوبر كورة، محمد صلاح بالتشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي وغياب ماني. كورة، غريزمان يكسر حاجز الصمت حول مفاوضات برشلونة. سكاي سبورت، مورينيو يعلق على عودة زيدان ريال مدريد. باسم بابل أبلغ زيدان برغبته في الانتقال لريال مدريد. سبورت 360، رنين المغناطيسي يحسن تشخيص إصابة رونالدو. يور سبورت عربية، برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد. نبتدي مع حضراتكم بتفاصيل أهم الأخبار المحلية، ونبتديها من موقع كورة اللي قال إن رفض الاتحاد المصري لكرة القدم زيادة مكافآت التأهل لكأس أمم أفريقيا مكتفي بما تنص عليه اللائحة. أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكورة إن مكافأة التأهل لكأس الأمم الأفريقية 60,000 جنيه لكل لاعب، ولا توجد أي نية لزيادتها. وقال كمان شوبير لن يتم تعديل لأحد مكافآت منتخب مصر لأن خزينة اتحاد الكورة لا تسمح بذلك خلال الفترة الحالية. اليوم السابع كمان اتكلم عن ميشيل سالجادو المستشار الفني للمكسيك خافير أجاري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، اللي قال إن ما يهم الجهاز الفني في الفترة الحالية منح الفرصة لأكبر مجموعة من اللعيبة وتحليل أداء الآخرين. كمان قال سالجادو إن الباب مفتوح لجميع اللعيبة للانضمام للقائمة النهائية للمنتخب الوطني، وقال كمان إن منذ وصوله لمصر قام أجاري بتجربة أكثر من 40 لاعب خلال 7 أشهر. وقال كمان نجم ريال مدريد السابق إن أداء لاعب المنتخب الوطني في المجمل بيعد جيد، وأكد كمان أن من الصعب صناعة قوام فريق من الشباب، فالأمر يتطلب مزيد من الجهد والعمل المثمر. واتكلم كمان سالجادو عن مباراة نيجيريا الودية، وقال أنه لقاء صعب وتحدي كبير للفراعنة، خصوصا أن منتخب النصور بيمتلك خبرات كبيرة وبيضم مجموعة كبيرة من اللعيبة المميزة في صفوفه.
موقع فيتو كمان قال ان اجتمع المكسيكي خافير أجاري المدير الفني للمنتخب الوطني مع لاعبة الفراعنة عشان يحثهم على تقديم أداء جيد أمام نيجيريا في المباراة اللي هتقام وديا النهاردة. أكد أجاري خلال حديثه مع اللعيبة كأس الأمم الأفريقية فرصة للوصول للعالمية والاحتراف الخارجي، خصوصا أنها تقام في الصيف، وده اللي بيساعد على جذب وكلاء اللاعبين لحضور المباريات والتعرف أكثر على إمكانيات لاعبة الفراعنة. موقع سوبر كورة كمان كتب ان قال عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكورة ورئيس لجنة الحكام انه خاطب ما يقرب من 13 دولة لترشيح حكام اجانب لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك يوم السبت اللي جاي. قال عبد الفتاح في تصريحات لي ان في دولتين وافقوا على ارسال حكام اجانب للقمة، لكن هو لسه مستني موقف الاوزباكي رفشان اماتوف من ادارة المباراة لانه وعدوا بالرد عليه غدا. كمان موقع الفجر قال ان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم اتكلم عن مباراة القمة ما بين نادي الزمالك والنادي الاهلي والمقرر ليها يوم السبت اللي جاي، وقال ان من الصعب تأجيل لقاء القمة من الاساس بسبب ضغط المباريات ومشوار القطبين في القمة وعدم طبعا وجود اي وقت اخر. وقال كمان لقاء القمة في برج العرب وده كلام نهائي وأرضية الملعب هتظهر بشكل مفاجئ للجمهور. كمان اليوم السابع قال ان بيعقد مسؤولي نادي وادي دجله برئاسه المهندس ماجد سامي جلسه جديده خلال الايام اللي جايه مع اليوناني تاكس جونس المدير الفني للفريق الكروي الاول عشان يناقشوا ملف تجديد عقده مع الفريق الدجلاوي لمده 3 سنين جايه، خصوصا طبعا في ظل خطه النادي لاعداد اجيال مقبله بالاعتماد على قطاع الناشئين وتصعيدهم للفريق الاول، وهو ده اللي نفذه الخواجه اليوناني في الفتره الاخيره على اكمل وجه. وكشف مصدر مسؤول في وادي دجله عن انه سبق وتم عقد جلسة مع تاكس تونس للاتفاق على بنود تجديد عقده لمدة 3 سنين، إلا أن الجلسة دي لم يتم خلالها مناقشة كل الأمور المتعلقة بالعقد الجديد، عشان كده هيتم عقد جلسة تانية مع الخواجة عشان يحطوا الرتوش النهائية وبعد كده يتم تجديد عقده. كمان الشروق قالت ان علق فال نافل نجم مانشستر يونايتد الانجليزي السابق على تراجع مستوى محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول خلال الفتره الاخيره وتراجع معدله التهديفي في المباريات التسعه الاخيره. قال نافل تضاعف الاهتمام بمراقبه محمد صلاح في الموسم الحالي، ففي الكثير من المواقف بيكون حواليه 3 مدافعين او اكثر. وقال كمان لاعب مانشستر يونايتد السابق ما يحدث مع صلاح هو السر وراء تسجيل ساديو ماني لعديد من الاهداف خلال الفترة الأخيرة في الموسم الحالي، لأن زيادة التركيز مع محمد صلاح إدى حرية لزمايله في الملعب. وقال كمان صلاح لاعب من الطراز العالمي وطبيعي إن أفضل المدافعين في البريمير ليج هيجدون صعوبة في إيقافه، فهو يملك القدرة على الاختراق من الجانب الأيمن، ولكن رغم إدراك المدافعين لهذه الجزئية إلا أنهم لن يستطيعوا إيقافه. وقال كمان مدافع الشياطين الحمر السابق لقد قدم صلاح الآن موسمين لا يصدقان، قلت في بداية الموسم أعتقد أنه سيجد صعوبة في تكرار ما فعله العام الماضي ولكنه أثبت عكس ذلك. وقال كمان صلاح ينهي الكرات أمام المرمى بجودة عالية للغاية، ولذلك فإن ليفربول محظوظ بامتلاك لاعب مثله. كمان سوبر كورة قالت ان وقع اختيار شبكة هوسكورد العالمية المتخصصة في تحليل اداء الدوريات العالمية واللاعبين على الدوري المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزي في التشكيلة المثالية للدوري الانجليزي الممتاز او البريمير ليج من انطلاق الموسم الحالي ولحد شهر مارس الجاري، وده بعد ما حصل على 7.53 درجة. وجت التشكيلة المثالية اللي تم الاعلان عنها النهاردة كالتالي: في حراسة المرمى لوكس فابيانسكي من ويست هام يونايتد أخذ نتيجة 7.01، الظهير الأيسر لوكس ديني من أفرتون 7.29، مركز المدافع فابيان شار من نيوكاسل يونايتد 7.3، مركز المدافع فيرجو فان ديك من ليفربول الإنجليزي 7.44، الظهير الأيمن ريكاردو بيريرا من ليستر سيتي ب 7.25، الجناح الأيسر إيدن هازارد
تشيلسي ب 7.69، وفي وسط الملعب فرناندينيو من مانشستر سيتي 7.40، ووسط الملعب بول بوجبا من مانشستر يونايتد 7.43، الجناح الأيمن رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي 7.73، والمهاجم محمد صلاح من ليفربول ب 7.53. وكمان المهاجم سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي ب 7.55. كمان موقع كورة قال أو اتكلم أن كشف الدوري الفرنسي أنتوان غريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الأسباني وصيف الدوري عن موقفه تجاه الأنباء اللي بتربطه بالانتقال لصفوف فريق برشلونة الأسباني في الموسم اللي جاي، وعلق غريزمان على شائعات انتقاله للفريق الكتالوني في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الأسبانية: لقد اعتدت على هذه الشائعات كما أنني سأمت قليلا بسبب تكرارها في كل عام. وقال كمان غريزمان: أتوقع أن ننهي الليج هذا الموسم بشكل جيد بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا. واختتم غريزمان تصريحاته بالتعليق على الخسارة من يوفنتوس وقال: لقد كان الأمر صعبا، ولكننا لا نزال واثقين من قدرتنا، وأعلم أن الفريق يحتاج إلى تواجدي لنحقق معا نهاية جيدة للموسم. سبورتس كمان قالت ان علق المدرب البرتغالي المخضرم جوزي مورينيو للمره الاولى على قرار ريال مدريد الاسباني نادي سابق لتعيين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب للفريق. اكد مورينيو ان زيدان هو الشخص المناسب لقياده ريال مدريد، واشاد طبعا بانجازات المدرب الفرنسي واللي حققها فترته الاولى مع الملكي. وقال مورينيو: اعتقد انه من المبكر الحديث عن مشوار زيدان في ريال مدريد، ولكن في فتره قصيره جدا استطاع تحقيق ما عجز عنه الجميع، وهو الفوز بثلاث ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية. وعندما سئل عن ما يجب أن يفعله زيدان في المرحلة المقبلة للنجاح في مدريد، فقال مورينيو إن على زيدان بناء فريق جديد، وأضاف عليه بإحضار لاعبين جدد وإخراج بعض اللاعبين. إنها بداية عهد جديد له وللاعبين، عليه أن يترك بصمة هناك. كمان الناس الأسبانية قالت إن بيخطط فريق ريال مدريد الأسباني لبناء فريق قوي ومتميز في الشهور المقبلة، يكون قادر على المنافسة على كل الألقاب على الصعيدين المحلي والأوروبي في الموسم الجديد. ودع فريق ريال مدريد بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي من دور ال 16 على إيد أياكس أمستردام الهولندي، بعد ثلاث ألقاب طبعا متتاليين في تاريخه حققهم تحت قيادة زين الدين زيدان. كمان ودع بطولة كأس ملك أسبانيا، وده كان من الدور قبل النهائي على إيد غريمه التقليدي برشلونة، بينما يقبع الفريق دلوقتي في المركز الثالث لجدول ترتيب بطولة الدوري الأسباني وبرصيد 54 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر غريمه المعتاد برشلونة. كانت بداية خطة إصلاح ريال مدريد من جانب بريريز رئيس النادي في الشهر الجاري كانت إعادة طبعا الفرنسي زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني من جديد خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري. واستهدف زيدان منذ قدومه عدد من النجوم عشان يضمهم لصفوف الفريق في الصيف المقبل. كمان موقع سبورت 360 قال ان تلقى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال ضربه قويه خلال مباراه بلاده امام صربيا مساء امس يوم الاثنين لحساب الجوله الثانيه من التصفيات المؤهله لكاس امم اوروبا 2020. ومن المنتظر ان يخضع هداف اليوفنتوس لفحوصات طبيه خلال الساعات المقبله من اجل الوقوف على حجم الاصابه ومدى جاهزيته للعوده للمباريات مع البيانكوناري بعد انتهاء فتره التوقف الدوري. وبحسب ما نشره موقع كالتشو ميركاتو، فان كريستيانو رونالدو هيعود لمدينه تورينو مساء اليوم يوم الثلاث، حيث من المنتظر ان يخضع للعديد من الكشوفات الطبيه لتشخيص اصابته. واوضح الموقع المذكور ان رونالدو سيجري اشعه بالرنين المغناطيسي من اجل تحديد المشكله اللي بيعاني منها النجم البرتغالي، وايضا بهدف الكشف عن المده اللي محتاجها حتى يمتثل للشفاء. كمان
كمان يورو سبورت عربية قال إن كشف التقارير إن برشلونة أظهر تحول في فكره ويبدو مهتم بالحصول على خدمات المهاجم الإنجليزي الدولي الشاب ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد. أثنى الطاقم الفني لمتصدر الدوري الأسباني على قدرات وإمكانيات راشفورد واللي بتبدو أكبر من عمره بكثير والتي تمكنه من قيادة هجوم أي فريق كبير بسهولة سواء من الناحية التهديفية أو المهارية من مراوغات بجانب قدرته البدنية وسرعته وكلها تتواءم مع المتطلبات المرجوة في مهاجم برشلونة النموذجي ويرغب برشلونة في استغلال المشكلة التعاقدية بين راشفورد وإدارة مانشستر يونايتد حيث ينتهي عقده في صيف 2020 وحتى الآن لم يصل الطرفان لاتفاق لتجديد التعاقد وتعديل راتبه المنخفض وفي حالة استمرار الوضع كما هو فمن المؤكد أن يونايتد سيضطر لبيعه في هذا الصيف للحصول على مداخيل مالية من عائد بيعه عوضا عن رحيله بطريقة مجانية. مشاهدين انتهت حلقتنا النهاردة في كلام في الميديا، شوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة الساعة 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.